السلام عليكم. النعجة دولي اللي هي أول حيوان ثدي تم إنتاجه من خلايا جسدية مش عن طريق الأب والأم، لما تم ولادتها يعني أثير أمور عديدة وشجعتها وسائل الإعلام. بدأ العلماء يقولك طب ما أنا أعمل نسخة مني، واحد غني ثري يقولك ده أنا أعمل نسخة شابة مني بقى من أي خلايا من جسمي. والحالات حالات الزيجر شواذ اتنين ذكور او اتنين اناث يقولك طب ما احنا ممكن نعمل بيبي من واحد فينا. طبعا ايه مغالطه واحلام غير واقعيه. ليه بقى؟ ايه قصه النعجه دول دي؟ في جامعه ادنبرا في اسكتلندا، وبعد 277 محاوله، وكانوا خدوا الدي ان ايه او النواه اللي فيها الصفات الوراثيه من خليه جسديه ودخلوها في بويضه بعد ما شالوا منها الجزء الوراثي اللي جواها. تم تحفيز هذه البويضه عشان تنقسم بالموجات الكهرومغناطيسيه، وتم 277 محاوله، في واحده بدات تنقسم، عجبوا بوضعها في رحم انثى كمان، ثم فعلا اتولدت نعجه دولي في ميعادها وشبيهه بالام. الغريب في الامر انها طبعا اي واحد يتوقع انها واخده اعلى رعايه اكتر من اي بني ادم، احسن اكل، احسن علاج، احسن تدفئه، افضل ميه، ومع هذا اصيبت بشيخوخه مبكره في عمر 6 سنين، وامراض صدريه شديده، والتهابات مزمنه، والتهابات في المفاصل، واضطر العلماء ان يقتلوها ما يسمى بالقتل الرحيم، وحنطوها وهي موجوده في المتاحف هناك. طب السبب ايه بقى؟ انها لما اتولدت خلاها مش عمرها زيرو، لها دخلت عمر امها، لان النعجه متوسط عمرها حوالي 10 سنين وممكن اكتر، فهي اصيبت بالشيخوخه المبكره. عشان كده الحلم لا يصلح. ليه؟ لو خدت خليه جسديه من عالم عمره 50 سنه، الابن اللي هيولد منه ده بفرض ان نجحوا في هذا وهيطلع شبيه بابوه، هو خلايا نفسها بقت عمرها 50 سنة، لأن ربنا عامل سنة أو قانون بيحكم هذا. الخلية عشان تنقسم، وده بيتم بمئات الملايين من المرات في اليوم، أطراف الكروموزومز الحاملة الصفات الوراثية فيما يسمى بالتلوميرات، كل انقسام بيتأكل جزء منها، ودي بنعتبرها مسطرة قياس أو كنترول على الانقسام. بعد حوالي 40-50 انقسام تعجز الخلايا عن القسام وتتوقف، ودي نعمة من الله، وإلا يحصل سرطانات في كل موقع. فبالتبعية أنت خدت خلايا قديمة كان جزء من التلومرات تآكل لها عمر، فما ينفعش أنك أنت تطلع منها وليد زي السنة اللي ربنا عملها في الخلق، يطلع الجنين لسه بكر وخلايا طازجة وعمره زيرو ثم ينمو تباعا. وبالتبعية تم وعد هذا الحلم اللي وسائل الإعلام قعدت تغذيه لسنين، ونقول في النهاية إنك لن تجد لسنة الله تبديلا. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.